على آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا ما أمره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم المجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم المجيد. اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz duaları işiten, tevbeleri kabul eden sensin Allah'ım. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ